مرحبا بكم من جديد. الشراكة بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا جذبت ردات فعل مختلفة من المجتمع الدولي بين داعم ومعارض، ولكن بالنسبة لروسيا رد الفعل المبدئي كان غير متوقع. فروسيا وهي إحدى الدول القليلة الأخرى المسلحة بغواصات تعمل بالطاقة النووية ردت على تلك الشراكة بلهجة حذرة وغير تصعيدية، واكتفى الكريملين بقوله إن بعض المسؤولين الدبلوماسيين الروس يشاركون نظرائهم الصينيين في التخوف من خرق صفقة أستراليا وأمريكا معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. واقترحت روسيا أن بناء أسطول الغواصات النووية في أستراليا سيحتاج إلى إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالنسبة للصفقة بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا بشأن الغواصات، فإن هذا الحدث الذي وقع مباشرة بعد الانسحاب من أفغانستان بطبيعة الحال يثير تساؤلات لا محالة لمن هم أعضاء في هذا التحالف. لن نتدخل في هذه الأمور، ولكن تداعيات ما يحدث بالطبع شيء يمكن أن نتأثر به نحن أيضا. ولكن سرعان ما تغير خطاب الكريملين مع انتشار المزيد من المعلومات حول الاتفاقية الأمنية الجديدة، وبعد ظهور بعض التصريحات من مسؤولين أستراليين وأمريكيين أكدت أن الشراكة تمت للتصدي لقوة روسيا في المنطقة. وبالفعل نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن سيرجي ريابكوف وهو نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن روسيا بعثت بطلب استفسارات من الولايات المتحدة عن معاهدة أوكوس الدفاعية، وتعتزم إرسال استفسارات لأستراليا وبريطانيا أيضا. إذن الاتفاق الجديد يوحد دولتين مسلحتين نوويا، أي الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا التي ستصبح قادرة على استخدام سلاح ذو قوة نووية في المنطقة، أمر بدأ يوتر روسيا التي تاريخيا امتنعت عن مشاركة تكنولوجيا الغواصات النووية الخاصة بها، والتي تعتبر من بين الأفضل في العالم. حتى الآن تسمح روسيا لقوات الهند البحرية فقط بتشغيل غواصات هجومية تعمل بطاقة نووية روسية الصنع وسوفيتية الصنع منذ العام 1987، وذلك بدون منح التكنولوجيا نفسها إلى الهند. على مدار 12 شهرا القادمة من المتوقع أن يتلقى أسطول المحيط الهادئ الروسي 3 غواصات تعمل بالطاقة النووية. على الأقل 2 من هذه الغواصات متفوقة تقنيا على السفن المماثلة التي يتم بناؤها حاليا من قبل الصينيين، ويعتقد أنها قابلة للمقارنة مع الغواصات النووية الأمريكية. أما الغواصة الثانية وزنها 30,000 طن، وهي قادرة على حمل عدة توربيدات نووية فائقة قادرة على تدمير قواعد بحرية رئيسية في المنطقة.